بسم الله الرحمن الرحيم. ومرة أخرى مشاهدينا مشاهدين قناة سما الخليج، وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. رحبوا مع أعزائي المشاهدين بضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع، مع رجل الأعمال المعروف الأستاذ محمد بن بداح العامري، وهو صاحب ومدير عام نماذج الخياطة الرجالي في إمارة أبو ظبي. بالبداية أستاذ محمد بن بداح العامري، أسعد الله أوقاتك. الله يطول عمرك ويسعدك الله بالرضا والنور والسرور. يا هلا وسهلا. الله يحييك استاذ احمد محمد بن بداح العامري. وردنا نعرف استاذ المشاهدين بحضرتك البطاقه الشخصيه، من هو السيد محمد بن بداح العامري بكل بساطه؟ محمد بن بداح العامري اللي هوني، من سكان ابو ظبي، خريج بكالوريوس اداره اعمال موارد بشريه. نعم. يعني نتكلم عن دخولك إلى هذا المكان، مكان نماذج، يعني نتكلم عن ماذا يدل اسم نماذج؟ المجال هذا اللي هو الخياطة الرجالية، نعم. صار لي فترة فيه اللي هو أسسني عليه الوالد رحمة الله عليه، نعم. في مجال الخياطة الرجالية، وفي عدة مجالات أخرى منها صيانة ومقاولات عامة، نعم. ومنها كذا مجال يعني، نعم. تجاري. ما شاء الله عليك، يعني أنت ما شاء الله عليك نعتبرك كشاب وناجح وطموح، يعني لا يقف عند حد معين في حياتك. الآن يعني أصبحت من رجال الأعمال الشباب الذين نعتز ونفتخر بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصلنا المرحلة هذه، لكن بإذن الله إن شاء الله الله بيوفقنا إن شاء الله وبييسرنا الأمور إن شاء الله في شاء المجالات الله. هذه كلها. نعم. أستاذ محمد، يعني نتكلم عن حياة الراحل الوالد طيب الله فراه، يعني عن نحكي لنا شوي هيك عن الوالد، عن كيف غرز فيك الثغرات الموجودة فيه. الوالد رحمة الله عليه كان شخص طموح، وشخص جدا طموح، يعني وما عنده كلمة على مثل الشيخ محمد بن راشد المكتوب، ما عنده إلا الرقم واحد، وكان ماشي على النهج هذا، وكان دائما يحثنا على الشيء هذا. هو اللي علمني وعلى المجالات هذه، وهو اللي يصر علي ويتابعني أول بأول على أني أمسك المجالات هذه. لحد اليوم أنا واقف عندكم أو أني جالس قدامكم الحين مثل ما تشوفني قدامك أستاذ طارق. ما شاء الله. أستاذ محمد، يعني نتكلم عن نماذج الخياطة الرجال، أكيد من ضمن جولتنا الإعلامية في إمارة أبو ظبي، ومن ضمن معدينا يعني في هذا البرنامج، برنامج كلنا زايد وكفاءات من الإمارات، ومن ضمن أستاذ برهان فرج، يعني إن وجدنا أنه سمعة وشعبية عالية يعني تتمتع فيها. يعني السؤال، كيف جاءت هذه الشعبية؟ نماذج الخياطة الرجالية تأسس تقريبا من سنة 2002، نعم. ولغاية اليوم يعتبر من أفضل الخياطين، مب الكل سواسية في في الخياطة، لكن عندنا التميز، عندنا التميز اللي هي مثل استلام الكنادير مغساة لهم مكوية، وعندك اللي هو توصيل الكنادير واخذ القياسات من وين ما كان يعني الزبون، وطبعا غير جودة الخياطة والدقة في التفصيل وأجود أنواع الأقمشة يعني الرجالية. تكلم سيدي عن الكنادير الموجودة عندكم، يعني بتختصوا في الإماراتية ولا في كافة عندنا الكنادير اللي هي الإماراتية، اللي هي الكنادير العربية المحترف عليها، وعندنا اللي هي الكويتية، وعندنا اللي هي الكنادير العربية اللي هم مثل ما يقولون عليها الجلابيات المغربية. يعني نتكلم شوي للسادة المشاهدين يعني عن هذا التراث نعتبره الأصيل، يعني المؤرخ موجود عندكم في هذا المجال. نتكلم عن إيش اللي بيختلف بين مثلا نقول الإماراتي وبين العماني، بين الإماراتي والكويتي، يعني كيف شو إيش اختلاف؟ الاختلاف فقط في اللبس، لكن الكل واحد بإذن الله، لنا الكل واحد. أكيد. نعم، ما في اختلافات، بس اختلافات في اللبس اللي هي الديزاينات. نعم. اللي يكون الديزاين الكويتي غير عن العربي، ويكون العربي اللي هو الإماراتي غير عن العماني، يعني اختلاف ديزاينات فقط لا غير. نعم. نتكلم السادة المشاهدين عن أبرز الخدمات اللي بتقدمونها بشكل عام في هذا المجال، اللي هي الخدمات عندك مثل توصيل الكنادير للزبون. نعم. وين ما كان، أو أخذ قياساته وين ما كان، استلام الكنادير جاهزة لللبس على طول، وعندك اللي هي ميزات الهدايا، ساعات يعني على المواسم في الأعياد الوطنية نطلع يعني الكنادير، نطلع الغتر وغيرها من ذلك بمناسبة العيد الوطني، يعني فرحة للجميع تكون.
نتكلم شوي عن الموظفين والكفاءات الموجودة عندكم في هذه الشركة. على أساس تختاروا الكفاءة؟ الموظفين اللي عندنا تقريبا 12 موظف، منها اللي هو عبدو ومنها مرات، وهذيل الجماعة اللي هم ماسكين التسويق فوق واللقمشة وغيرها، وعندك الجماعة اللي تحت اللي هم ستاف الخياطين، زائد 2 قصاصين اللي هم من جنسياتهم باكستانية يعني. أستاذ محمد بن بداح العمري، أكيد يعني كرجل أعمال ناجح في مجال عملك، يعني هل من رؤية مستقبلية لحضرتك يعني في مجال عملكم؟ بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله الرؤية ما توقف والطموح ما يوقف، والإنسان الطموح دائما يوصل لغايته يعني. نعم. بإذن الله أنها غاية خير يعني تكون. أستاذ محمد بن بداح العمري، يعني وكما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله رب العالمين تنعم في منظومتين، نعمة الأمن والأمان، يعني أينما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار. عن هذه المنظومة ماذا تحدث؟ بلادنا بلاد خير، ودولتنا دولة خير، اللهم لك الحمد. ونحن اليوم وصلنا للمرحلة هذه اللي هي نفتح فيها الرخص التجارية أو الأنشطة التجارية بفضل من الله، ثم فضل قادتنا بتوفيرهم لكافة الميزات والمعاملات، تسهيل المعاملات علينا كمواطنين أو كمقيمين، ونعمة الأمن والأمان هذه قبل كل شيء يعني، اللهم لك الحمد. يعني عندك تقريبا من أسبوع أو أكثر من أسبوع التهيت أنا والجماعة اللي عندي التهو، سرنا برا وخلينا المحل يعني بدون القفل. نعم. بدون المفتاح، والمكان موجود فيه كاميرات وكلها يعني، وفي موجود ناس، في موجودين يعني من الناس اللي هم يتابعونه، لكن في ذاك اليوم سبحان الله ما حد كان موجود. ورحنا تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات وردينا على المكان مثل ما هو، وكان فيه مواطن جالس ينتظر أحد يجي عشان يلاقيه وياخذ منه اللي هي الغترة، يعني كان بمكانه أو بمكان غيره ياخذ الغترة ويظهر. وفيه كاميرات بمتابعة وغيرها، لكن هذه الغريزة صارت يعني بعيد عن أنها غريزة إنسانية، هذه صارت عندنا هنا كإماراتيين أو كمقيمين في دولة الإمارات اللي هي الأمن والأمان. نعم. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، يعني في ظل صاحب القيادة الشيخ خليفة طيئة الله يحفظه، ونستذكر في هذا اللقاء التلفزيوني يعني والدنا وأبونا ومؤسس وباني هذه الدولة الشيخ زايد طيب الله ثراه، يعني عن مكارم الشيخ زايد، يعني وأنتم عايشين على الماضي والحاضر في هذه الدولة ماذا تحدث؟ الخير اللي نحن فيها الحين فضل من الله، وفضل على الشيخ زايد، فضله علينا الشيخ زايد رحمة الله عليه، فضله علينا نحن كمواطنين وكمقيمين وكسياح حتى اللي يزورون الإمارات. يعني من أول الحين عندك من البلدان الواحد يوم بيصير وجهة سياحية، أول وجهة اختيارا له دبي، يقول لك اللي هي دبي تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على طول يختار وجهته دبي. ليش؟ يختار فيها اللمن، ويختار مثل ما تسمع أنت في الأخبار السياح اللي تضيع منهم شنطهم ومبالغهم وغيرها، ويوصلونها لهم لين بلدانهم. يعني هذه نعمة يشكرون عليها الشيوخ الله يحفظهم، جميع أحكام الإمارات هم قادتنا وهم قدوتنا للي وصلتنا ووصلت غيري للمرحلة هذه أو للمراحل اللي هي أكبر من هذه. الفضل على الله ثم على شيوخنا. الحمد لله. طبعا الأستاذ محمد بن بداح العمري، يعني نستذكر أيضا في هذا اللقاء أيضا جهودنا البواسل المرابطين حول ثغور وأمن واستقرار هذا البلد، يعني أرفع لهم التحية والقبعات عبر قناة سما الخليج، يعني ماذا توجه لهم رسالة أيضا عبر القناة؟ وجه لهم رسالة الله يكون عندهم إن شاء الله، ودعواتنا إن شاء الله عندهم، ولو أننا نحن ما لنا موجودين عندهم بالعين لكن موجودين عندهم بالروح وبالقلب إن شاء الله عندهم. نعم. بالدعاء وبغيرها إن شاء الله من ذلك. نعم. هل من رسالة أخيرة عبر قناة سما الخليج؟ الله يطول عماركم، وأتمنى من كل من يشاهدنا من شاب أو شخص طموح أنه ما يوقف عن طموحه، يجتهد، وبإذن الله إن شاء الله أن الأمور كلها بتسهل عليه، والله بيسخر له إن شاء الله الخير وأهل الخير بإذن الله. يعني هاي رسالتك للشباب تحديدا؟ نعم، للشباب، شباب الإمارات. نعم. الطموحين والغير طموحين. نعم. يطمحون بالأفضل لبلادهم ولمكانهم ولأهلهم إن شاء الله، يطورون من أنفسهم يعني. وإحنا طبعا بدورنا نتمنى لك التوفيق يعني أستاذ محمد، يعني ومزيد والله يطول عمرك إن شاء الله، ويطول عماركم ويطول عمار شيوخنا وقادتنا وحكامنا
والله يحفظهم إن شاء الله، ويحفظ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجميع حكام الإمارات بإذن الله. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني في هذه الكلمات الطيبة لا يسعنا لتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى رجل الأعمال المعروف الأستاذ محمد بن بداح العامري، صاحب ومدير عام نمازل لخياطة الرجال في أبوظبي. كل الشكر والتقدير، ونتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير، ونشكرك على دعمك السخي لهذه المجموعة من البرامج الوطنية الهادفة. شكرا جزيلا. الله يطول عماركم، شكرا جزيلا. محل نمازل الخياطة الرجالية عزيزي، نحن متميز بتفصيل الكنادير الرجالية الشتوية والصيفية، عندنا بشوت، عندنا عقالات، عندنا الغطر للأشمغة، القحافي، كل شيء بخصوص الملابس الرجالية موجودة عندنا. نعم، من استوردوها؟ من اليابان. ياباني، ماشي ياباني. نعم. شو بتنصح الناس المقبلين على الشراء هذا؟ والله بننصحهم بالتفضلوا يزورونا ويشوفوا أقمشتنا ونوعيتها، الخياطة تبعتنا كيف، تفصيلنا. طبعا الكندورة بتطلع من عندنا جاهزة مكواية مفصلة مبخرة.